نظمت مصالح أمن ولاية البيض احتفالية بمناسبة الذكرى 60 لعيد الشرطة الجزائرية، بحيث تم خلال الاحتفالية ترقية وتقليد الرتب لعدد من عناصر الشرطة، إضافة إلى تكريم المتقاعدين من جهاز الأمن والرياضيين المتوجين في مختلف المسابقات الرياضية. التغطية في ميكروفون العرش برمضان. نظمت مصالح ولاية البيض هذه الاحتفالية على شرف المنتسبين لجهاز الشرطة، حيث تم ترقية مجموعة من عناصر الشرطة على رأسها رتبة عمداء الشرطة. وكذلك بالمناسبة ارتأت مصالح أمن ولاية البيض تكريم الرياضيين المتألقين في مختلف البطولات، وكذلك تكريم المتقاعدين الأمن الوطني. وبهذه المناسبة تتمنى مصالح أمن ولاية البيض عيد سعيد لجميع الشرطيين المنتسبين لجهاز الأمن.